little bit of disarray in 2014 because Daesh surprised the world. So we are doing it in the Iraqi terms and not on the NATO terms. بدت هذه العملية تقدم القوات الأمنية بكل صنوفها. في أواخر عام 2013 سقطت مدينة الفلوجة بيد تنظيم داعش إثر انهيارات مفاجئة في صفوف الجيش العراقي، وما لبث أن استولى التنظيم بعدها على مدينة الموصل في حالة من الانكسار الأمني والعسكري. طلبت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة تشكيل قوات تحالف دولي لتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية، فكيف استجابت أمريكا لهذا الطلب؟ وماذا قدمت قوات التحالف الدولي للعراق؟ وما علة بقاء هذه القوات المساندة بعد انتهاء مهامها القتالية؟ وكيف انتهت هذه المهمة في نهاية عام 2021؟ وما هو مستقبل التعاون العراقي الأمريكي بعد انتهاء المهمة القتالية لقوات التحالف؟ فيما يلي نستعرض رواية ما حصل وما سيكون عليه الأمر. Well, as we know, in 2014, the global coalition was formed to support the Iraqi security forces to destroy Daesh. That coalition started off with a very heavy coalition hand. We had a corps headquarters, we had a division headquarters, we had several brigades, a lot more combat power to fight Daesh, both with our Iraqi partners. We have the experience from 30 NATO nations, but we are not imposing that. We are saying, what do you want? What should we help you with? How can we support you? So we are doing it in the Iraqi terms and not on the NATO terms. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في العاشر من حزيران يونيو عام 2014 وقف أبو بكر البغدادي في الموصل ثاني أكبر مدن العراق وأعلن نفسه الخليفة. وإن أردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله. يومها أحكم تنظيم داعش سيطرته على ثلث جغرافيا العراق. بعد ثلاثة أيام فقط على خطاب البغدادي أصدر المرجع الشيعي الأعلى سماحة السيد علي السيستاني فتوى الجهاد. تبدل كل شيء بعدها. فتوى المرجعية هو فعلا أكو انهيار كان بالقوات المسلحة الأمنية، ولكن الفتوى بدأت ترفع من هذه المعلومات عن طريق الالتحاق بالمعسكرات. يعني العدو كان على مشارف بغداد، وقوات الأمنية العراقية بدأت بالعمل. طبعا بالتأكيد كان هناك إسناد من التحالف الدولي، كانت هناك الفتوى المباركة لسماحة السيد السيستاني الله يحفظه، وبدأت هذه العملية بتقدم القوات الأمنية بكل صنوفها. كان العراق بحاجة إلى غطاء جوي ومعلومات استخبارية، ما ألزمه بطلب تعاون دولي تكفلت تأسيسه الولايات المتحدة الأمريكية بطلب من الحكومة العراقية. فاق عدد الدول والجهات التي انضوت تحت لواء قوى التحالف الدولي 80 دولة وجهة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ثقل الميدان كان على عاتق العراقيين أنفسهم، والدعم الجوي حضر من طائرات التحالف. وبدأت عملية تحرير المدن. طبعا أداء القوات العراقية بعد عام 2014 بدأ يرتفع بمستوى احترافي ومهني عالي جدا. هذا بالتأكيد نتيجة لمشاركة قوات التحالف الدولي في عملية إمداد قواتنا بالقتال من خلال المعلومات الاستخبارية والأمنية، وكذلك التجهيز والتسليح ومطاردة جيوب تنظيم داعش الإرهابي عن طريق الضربات الجوية والاستطلاع.
ثلاث سنوات من القتال المتطور يوما بعد يوم، استعادت خلالها القوات العراقية مختلف الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش. كل دول العالم تقول بأنها ممكن أن ينتهي داعش بعد 10 سنوات أو فترة أكثر، ولكن الإرادة والخبرة القتالية والتسليح والتدريب الجيد الذي تلقته قواتنا من قبل هذه القوات، استطعنا من خلال ذلك أن نحسم عامل الزمن ونقوم بتحرير أراضينا بالكامل. وفي 9 من كانون الأول ديسمبر عام 2017 أعلن الرئيس حيدر العبادي انتصار العراق وحلفائه على داعش. اكتملت خارطة العراق من جديد. لكن تركة مؤجلة حول المهام القتالية للتحالف ظلت عالقة بين الحكومات المتعاقبة ل3 سنوات، وقد ورثتها حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي في أيار مايو عام 2020. استثمر الرجل علاقاته جيدا، عمل على جسر الهوة بين القوى المؤثرة في المنطقة. إنه يتطلع إلى دور أكبر للعراق الوطن، والحاجة للمهام القتالية لقوى التحالف انتفت، وأصبح الانتقال إلى مهام الاستشارة والمساعدة للقوات المسلحة مطلبا أساسيا بل حاجة ملحة للعراق. موضوع المهام القتالية يتعلق بوجود وحدات متكاملة مسلحة ومجهزة قادرة على تنفيذ مهمة قتالية. مهام الاستشارة والتدريب نعبر عنها بأفراد، هذه الأفراد لتقديم الاستشارة لأقسام الموجودة في المقرات، أقسام الإدارة، أقسام الميرة، أقسام العمليات، أقسام التخطيط، أقسام الاتصالات، وكذلك أقسام الشؤون المدنية للأغراض العسكرية. هذه الأقسام تحتاج إلى استشارات من جيوش متقدمة. And we're very excited to be here. I mean, NATO members and NATO partner nations all have an interest in the women, peace and security agenda and in human rights. And of course, we're finding that we share that with the Iraqi people here. شرع الكاظمي في الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن لتشييد مسار جديد من العلاقات الثنائية مبني على التكافؤ بين الدولتين. وفي 26 من تموز يوليو عام 2021، وبعد 4 جولات من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، خلصت المباحثات إلى تنفيذ اتفاق إنهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي مع نهاية عام 2021. The main push as we entered phase 4 of the operation. That's when we started moving more and more capability outside of Iraq into other countries, and some of it just frankly went back to their home countries. الحكومة العراقية عملت بخطوات عملية وخطوات علمية محسوبة. بالتالي كانت عملية الانسحاب هي تحصيل حاصل لكل الجهود المبذولة وخاصة الجهود الدبلوماسية وأيضا الجولات واللجان المشكلة. القواعد العسكرية كانت تواجد بها التحالف الدولي وانسحبت من أدها. عندنا قاعدة تاجي، عندنا قاعدة حبانية، بسماية، في الموصل، في صلاح الدين. تم انسحاب القوات ذات المهام القتالية منها بشكل تام. ما تبقى لدينا مستشارين وليس أي قوات ذات مهام قتالية. هؤلاء مستشارين يقدمون الدعم والاستشارة والتمكين للقوات العراقية. تواجدهم يكون داخل قاعدة عسكرية عراقية، تكون حمايتهم من قبل القوات المسلحة العراقية. يرأس هذه القاعدة قائد عسكري عراقي يدير كل أمور هذه القاعدة العسكرية. It is, you just have to look at the tremendous work that our Iraqi partners did in making a very stable and secure election just a few weeks ago. You just look at the successes that the Iraqi security forces and the Peshmerga have every day. You read about it every day. They recently finished up Operation Lightning Sky, where they were able to take, they were able to keep the pressure on Daesh to maintain their enduring defeat. نجح الرئيس مصطفى الكاظمي في استثمار اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008 والمعمول بها في الانسحاب الأمريكي الأول عام 2011. So
Our force is now, the main effort is the military advisory group, which consists of several elements. We have the MAG-I here that advises the JOC-I and General Shimry and his team. And then we have an element up in Erbil, the MAG-North, that advises the KRSC. And then we have the Special Operations Advisory Group in Area 4 that advises the CTS. So we're not working day to day, we're working how should the defense forces look in 5 years. بين 19 و 22 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 جالت اللجنة الفنية العراقية على قاعدتي عين الأسد وحرير وتأكدت من خلوهما من أي قوة قتالية. We are focusing at this point in the fight with things that will enable a sustainable security force in Iraq to continue to defeat Daesh. So they don't need as many trucks and guns as they did back in 2014 and 2015. But they need sustainment, they need to learn better how to fix their equipment and make sure that they can continue to defeat Daesh if we are not here with them. يحاول العراق أن يلعب دورا فاعلا في المنطقة يرتكز على القواسم المشتركة ومساحات التلاقي ويستبعد عوامل التوتر والاشتباك. تغيرت معادلات العالم الحديث وأصبح الأمن موضوعاً مرتبطاً بالتعاون الإقليمي والدولي، ولا يمكن تحقيقه داخل الحدود فقط، خاصة في قضايا مثل تنظيمات إرهابية عابرة للحدود كتنظيم داعش. يبني العراق تعاوناً أمنياً مع مختلف القوى الفاعلة إقليمياً ودولياً لمواجهة تحديات الإرهاب الدولي، وقد لعب دوراً بارزاً في ذلك. إلا أن الكلمة التي يجتمع عليها العراق اليوم هي بيد القوات العراقية التي تعمل في الميدان، وأي تعاون أمني يخضع بالتأكيد لتقديرات هذه القوات، ويجب أن يكون تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة العراقية. اليوم بواسل القوى الجوية وطيران الجيش أيضا قادرين على أداء هذه المهمة بكل مهنية وبكل حرفية. إذن المرحلة القادمة هي مرحلة عراقية 100% لعدم إعطاء أي فرصة لداعش الإرهابي أو غيره حتى يعبث بالأمن العراقي. Men and women of Iraq can look to their Iraqi security forces as an inspiration to see the tremendous progress that they've made, to see the relationships that they have with the global coalition. Iraq is in very good hands, and as long as we are invited guests, we are happy to remain to advise, assist, and enable that mission. And to be here at this time, it's really exciting time for us. We're very happy. We appreciate the warmth of the Iraqi people, and it's a wonderful time to be part of NATO Mission Iraq serving in Baghdad. We appreciate it. يطوي العراق حقبة تاريخية زاخرة بالأحداث المفصلية. ويبدأ مرحلة جديدة لحماية الدولة ومواجهة التحديات والأخطار الداهمة. الأمر يحتاج فقط إلى الثقة والوحدة. عاشت القوات العراقية البطلة، عاشت القوات المسلحة الوطنية العراقية بكل صنوفها، عاش الوطن، عاش الشعب.